من صحيفة الصيحة، منها نقرأ: الحاج وراق شجرة الحكومة مهددة بذبول. دعا المحلل السياسي الحاج وراق قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إجراء معالجات عاجلة وسريعة تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف إن هذه المعالجات لابد أن تبدأ بقطع الفروع المميتة أو الفروع الميتة في الطاقم الاقتصادي، وإلا فإن كامل شجرة مهدد بذبول والموات. وقال وراق في تصريحات للصيحة إنه يستغرب استمرار وزير كوزير الزراعة، كما يستغرب استمرار مكابرة وسوء أداء وزير المالية، ولا يمكن التغاضي عن ذلك في أي مؤسسة لديها نظام للمساءلة والمحاسبة. وأضاف إن الطاقم الاقتصادي الحالي فشل في إيقاف التدهور والخراب، فكيف يرجى منه إعادة التأهيل والبناء؟ سيد طاهر، هل تتفق مع الحاج وراق أن شجرة الحكومة مهددة بالذبول؟ ليس بالمطلق مؤكد، وأيضا ليس هناك من يستطيع أن ينكر أن الحكومة لديها أخطاء كبيرة. لو في وصفي ممكن نصفه بها البطء، كلام الحاج وراق في المعالجات الاقتصادية كلام صحيح. كلنا بنشهد ارتفاع الأسعار غير المسبوق، بنشهد أزمات بتحصل. الأداء الحكومي محتاج لمراجعة، محتاج لخطوات تنظيم، محتاج لأن الفروع الميتة كما أسماها تغادر غير مأسوفا عليها. طيب، الحاج وراق أيضا حذر من فشل الطاقم الاقتصادي، ما الذي يمنع إجراء تغييرات في هذا الطاقم؟ يعني كما استغرب هو، هنالك كثيرون يستغربون سيد طاهر. على حد علمي أنه وزير الزراعة عبد ربيه هو مثل الحاج وراق قوى الحرية والتغيير، في ديسمبر خاطبت السيد رئيس الوزراء بأنه السيد وزير الزراعة فشل في أداء مهامه، ولوحظ 1 2 3 4 أخطاء كبيرة بقوم بها في التحضير للموسم الزراعي. المسألة دي استمراره في المكان ده ممكن يهدد الموسم الزراعي كان، والخطاب ده مش للسيد رئيس الوزراء وما اتخذ إجراء. فمطلوب من دكتور حمدوك انه يشعر بنبض الشارع، يحس بالاخطاء اللي بتحصل في طاقمه الحكومي، يزيل كل المعوقات. يعني ما هو في معايير بتاعت اداء، انت بتادي المطلوب شنو المنفذ شنو، ده في اقل مؤسسه. فلما تلقى المنفذ ما قدر المطلوب اكيد في خلل. هل الخلل في الشخص على المقعد؟ هل الخلل في السيستم؟ ماذا تعتقد؟ يعني لماذا يعني الخلل، هل الخلل في الشخص ام الخلل في عدم وجود منظومه، او لم تتمكن الحكومه حتى الان من خلق منظومه محاسبه ومنظومه شجاعه ايضا تعترف بالاخطاء، ويمكن ان تعفي، يعني ممكن ان تعفي وزير وتعين وزير اخر. لماذا لم يستخدم حمدوك هذا الكرت حتى الان؟ يعني طيب، ممكن انا ارجع بك لحادثه حصلت قبل 3 أسابيع. وزير الدوله بوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه أمين ستيفن أرنو قدم استقالة جهيرة على صفحات الصحف وعلى مواقع التواصل، وسبب فيها مسببات محددة أنه في وزارة العمل واجه المشاكل في السيستم، في النظام اللي بنقول عليه. حتى الآن نحن لم نستمع إلى رد من الوزيرة الاتحادية اللي قدم لها لينا الشيخ أو لينا الشيخ أو من السيد رئيس الوزراء استقالة عضو في الحكومة، ما سمعنا لا رد فعل. فلك أن تغدر الموقف. طيب، هل برأيك أن الحكومة في حاجة إلى ما وصفها؟ أنت قلت أنك تتفق معه أنها بحاجة إلى قطع نعم الفروع الميتة كما قال نعم. الحاج وراق، الآن هنالك أزمات، هنالك تظاهرات تخرج حتى نعم. احتجاجا على أداء الحكومة في الخرطوم نعم. شاهدنا في عدد من الولايات مع صغر حجمها، لكن هنالك من يخاف أن تكبر هذه المسألة. كيف تقطع هذه الفروع؟ وإذا قطعت هل سينصلح الحال؟ أم أن المنظومة هي معطوبة في الأساس؟ أنا بفتكر أنه مسألة القومة للسودان اللي اتقالت الأسبوع الفات مؤشر على أنه جذوة الثورة ما زالت مستمرة لدى السودانيين، التسارع والتجاوب مع حكومة الثورة. بالتالي مطلوب من رئيس الوزراء أنه يستوعب الشعبية الجارفة لحكومة الثورة ليس لأفراد. هل الشعبية لحكومة الثورة أم الشعبية لحمدوك فقط؟ هناك من يقول أن الشعبية شعبية حمدوك فقط. لحكومة الثورة، يعني مع احترامنا لدكتور حمدوك وعنده قبول كبير عند الناس وبيحبوه أي حاجة،
لكن لو لم يأتي في حكومة الثورة ما كان ممكن يجي وزير مالية في حكم الانغاص. يعني ما هو الرافع إجابتك؟ لا أنا أقصد أنه مقبول في هذه الظروف، ولكن كحمدوك فقط وليس كمنظومة كبيرة كما ذكر الحاج والراق أن هذه المنظومة البعض يقول أن هؤلاء الوزراء جميعا إن تم إعفاؤهم وتعيين وزراء جدد مع الإبقاء على حمدوك رئيس الوزراء الشارع لن يحتاج، بالعكس ربما فئات كبيرة ستفرح. يعني بدون شك في وزراء في وزارة حمدوك أداء فيه فشل واضح. خلينا نضرب مثل بالعلاقات الخارجية، ما جزء من الأزمات الداخلية الموجودة الآن من اختلال في العلاقات الخارجية، المحاور أنت بتتعامل معها كيف، مشاكلنا في سد النهضة قاعدين نتعامل معها كيف، محور السعودية الإمارات الناس بتعاملوا معه كيف، دي كلها أزيلة يجب أن تطرح. يعني دي واحدة من الأمثلة في أداء حكومة حمدوك.